هلأ صالح ننتقل لمحطتنا التالية لليوم، رح نترافق فيها مع عالم الأشغال اليدوية ومجموعة من الأفكار يلي ممكن أنه نتعلمها ونطبقها لنحصل على إكسسوارات تكون مكملة لإطلالتنا وتعبر عن شخصيتنا. ولنحكي بشكل موسع عن هذا الموضوع بصيرنا أنه نرحب بمصممة الأعمال اليدوية سمية مارديني. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك سمية. هلأ الصبايا اللي عم يحضرونا بيكون هيك برقوا عيونهم مجرد ما شافوا الشغلات الجميلة الحلوة الملونة يلي عم بتقومي فيها، وخاصة بس يعرفوا انه هاي الشغلات هي يدوية، يعني ما أنا مطروقة بالسوق، هي مثلا من كل شيء قطعة قطعة. نحكي الأعمال اليدوية، هذا الفن، هيدا الموهبة لشغل هيك قطعة. تفضلي. هلا الأعمال اليدوية هي مو بس، يعني ما فينا نقول انه هي بس قطعة اكسسوار، فهي بحر، يعني في كتير قصص انك انت تشتغليها بايدك. يعني في عنا الاكسسوار، عنا اعادة التدوير، عنا الكروشيه، يعني كلها هاي بتندرج تحت اسم اعمال يدوية. حتى في هلا كثير، يعني كثير عم نشوف اختراعات للاعمال اليدويه، يعني عم يطلعوا افكار جديده، شغلات جديده، يعني بتنزلي بتتفرجي، وخاصه لما بيكون في بازار مخصص لاعمال يدويه بتشوفي في كثير ابداعات. هون بتطلع فن البنت، يعني او المصمم او الصبيه يلي عم تشتغل، يلي عم تبدع، يلي عم تطلع فكره. يعني هلا مثلا انا هلا جايبه الاكسسوار، بس هلا هي ما بتكفي انه هي بس هي الاعمال اليدويه. طبعا عم نشوفهم على الهواء، دائما عندك اعمال يدويه مميزه سميه. اللي بايدي هنادي يلي بايدي هدول الايد، هدول الاحجار الطبيعيه ممكن نحكي عنها، ممكن نحكي لمين تختص، الشباب البنات بيقدروا يلبسوها الاثنين مع بعض ولا تمام. كيف هلا هي يلي معاكي، بس البيت تورجيها نحطها على الكاميرا. هلا هي القطعه هي احجار طبيعيه، يعني هذا ما له لولو، هذا بيقولوا له حجر بركاني او حجر احجار خام او هيك، يعني شيء طبيعي كثير. حتى هدول بايدي، هلا يلي بايدك ورد مجفف، بس انا اشتغلته هالمره، بشتغل الورد اللي مجفف بالصيف بس تنسال. هلا حطيت له حلوين بس تمام. يلا رح حطينا ناخده. اضافات جديده له حتى يعطي حركه جديده. بس بدي الفت نظر انه يلي بايد الصبيه هلا هاد حجر طبيعي وما له الماس، هاد زيركون. طيب هدول قلنا هدول الشباب ممكن انه يستخدمون يلبسوهم، يعني تمام بيمشوا بنت وشب، يعني اذا حابه تهدي قطعه انه انت وحدا يلبس اكسسوار يلبسوا نفس القطعه، فهي هي الفكره انه بتمشي كوبل بنت وشب. تمام. هدول بس للبنات، هدول بس بنات، ورد مجفف بنات، هدول بس للبنات. نحن مميزين، شوفي الالوان شو رايقه وحلوه، كثير حلوين اختيارك للالوان مثل ما قالت سمر. كثير حلوه، كثير حلو. عم نشوف لون الزهره الغالب. تمام. لون السماوي، شو عجبك اكثر شيء سمر؟ هلا كل قطع سميه مميزه مثل العاده، انا بحكي اكثر شيء طبعا انا بيلفت لي نظري، انا بحب اللون الاسود. تمام. هو ملك ما حق معك، يعني انا بحب الاسود دائما، هو الاسود ملك الالوان. اول شيء بيلفت لي نظري اي شيء الاسود. تمام. يعني انت اكثر شيء لفت لك نظرك سالي؟ الزهر. 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 ايه اكيد. كمان هلا انا بحب الاحمر. الاحمر. هي اذواق. الاكسسوار كمان، يعني انت حكيتي انه سمر بتحب الاسود، انا بحب الزهر، انت بتحبي الاحمر. الاحمر او غير صبايا يعني. الاخضر، يعني اذواق. لهيك لازم نشتغل، يعني لازم لما انا اشتغل ما اكون عم اشتغل بس لي انا، يعني لما بشتغل اذواق كثير، يعني افكار كثير. يعني في قطعه ممكن انا ابدا ما البسها ولا تخطر لي انا البسها او ما تلبق لي، يعني غيري بتطلع عليه كثير حلوه وبتلبق له وبتطلع مميزه جدا عليها للصبيه. فهون صعوبه الموضوع انك انت ما عم تشتغلي شيء بس لإلك، يعني عم تشتغلي شيء عام، يعني لكل الموجود، كل المحيط، عم تستهدفي كل فئات المجتمع. تمام. بدي اسالك سميه، هلا المراه اذا تعلمت الاعمال اليدويه غير العامل الاقتصادي، شو هذا الشيء، شو الفائده اللي بدها تعود عليها؟ هلا اول شيء، هلا انا يعني بحس حالي انه انا بفرغ كثير طاقه بالشغل. أي. تمام. يعني بكون مثلا معصبه او شيء، يعني بجي بقعد بشتغل بحس حالي اني نسيت انه الشيء اللي معصبني اللي مضايقني هالقصص هي.
غير انك انت عم تنجزي شيء، يعني ما عم تحسي حالك انك انت مثلا قاعده وكانه يعني ما في شيء اعمله، بس اتفرج على التلفزيون وبس، ما بعرف يعني هاي الحياه بتبقى شوي ممله. هيك بتصيري بتحسي حالك عم تطلعي، بدك تفكري بشيء جديد. تمام، يعني حلو الواحد يفرغ طاقته بالشغل. الشغل كثير حلو رائع كثير، يعني هاي احلى شيء انك انت تفرغي طاقتك بالشغل، يعني بتحسي حالك اذا شغل بتحبيه بتبدعي فيه اكيد. بعدين حتى الاعمال اليدويه، يعني هاي انت، يعني انت بتتخيلي انه انا هاي الاسواره لطلعتها ضليتني 3 4 ايام انزل على السوق الورد المجفف بس بالطريقه الجديده. تمام، يعني ضليتني 3 4 ايام انزل على السوق للاقي مواد اوليه، يعني عرفتي هاي لحالها بتضيعي كم ساعه وانت عم تدوري وبحب شيء، يعني هاي بدك تطلعي فكره سمية. بدك تتعبي. تمام سميه، شايفه الشيء المعروض عم نشوف قطعه كبيره قطعه صغيره. هلا دائما انت عم تعملي الشيء ليناسب اذواق الصبايا. هلا في صبايا بتحب الكوليه الكبيره. تمام. يعني بيكون مثلا انه بتقلك انه انا بلبس كنزات ساده. صح. ما فيها شيء، فهي شو بتعدلها بالاكسسوار. صح. ايه قديش كمان مهم انه مثلا البنت الناعمه ما كتير فيها تلبس هذا الاكسسوار، وقت تجي بنت تصمم عندك ما فيك تنصحيها انه لا هذا الشيء بيغطي بياخذ مساحه من جسمك، ما هو جسمك هالقد قده. هيدا مثلا الاكسسوارات الكبيره بتلجا لها السيده اللي اختافه ممتلئه. قديش مهم كمان انه نحن ننبه كمان على طريقه ارتداء الاكسسوار. هلا هي كثير قطعه، يعني ملاحظه مهمه انه لازم مثلا البنت تعرف حالها، يعني هي من حالها تجرب اكثر من شيء، يعني حتكتشف الغلط بعدين. يعني لما بتجيب طوق كبير مثلا بتكون هي كثير ناعمه وتجيب طوق ناعم وتحطه، حتكتشف هي لحالها الغلط لما بتطلع حالها بالمرايه. صحيح. تمام. بس ما حلو الاختلاف سميه، انه الواحد مثلا انه ما يبقى على نفس الشيء، مثلا يوم يحط شيء كبير يوم ناعم يوم. هلا هون هون في قصه انه انا ايه بحط طوق كبير بس بيلبق لي، يعني مو مغطي كل المكان. شلون يعني مثلا هي ما عندها كتاف، ما معقول مثلا انا بحب كثير الاكسسوار الكبير سمر بس ما فيني احطه. ايه تمام. هلا هون بنجي للاكسسوار الكبير يلي هو ما مغطي الرقبه يلي هو نازل، يعني هو شلون يعني بتنصحيها يعني بطريقه ثانيه للاكسسوار؟ طريقة ما ضروري يكون عريض، ممكن يكون طويل. مو مغطي الرقبه، يعني هو كبير بس بطريقه مثلا طوق طويل طويل بس هو ضخم، عرفتي كيف؟ هون بنطلع عن انه مغطي. فرجينا البورتوكلي بليز. هلا هاي لو صارت طوق ممكن تلبق لك. تمام، يعني عرفتي انا شو قصدي؟ مع ريشات وعلى عيني. لا حلوه كثير، مزوقه كثير سميه. هي الطريقه اللي عم تحكي لك عليها سالي، انه ما تلبسي شيء عريض، بتلبسي شيء ضخم وطويل. ممكن يناسبك حل سمية. اعطتنا حل. هلا في غلط ثاني دائما بيرتكبوه، يعني انه لما بنلبس اكسسوار بنلبس مثلا الذهب والفضه سوا. هلا هذا الشيء كثير غلط، انا ما بصير ابدا البس الفضه والذهب سواء الا اذا كان في طريقه محدده يعني لهذا الموضوع، يلي هي نين الاساور الكلاته سواء يلي بتجي فضه وذهب وروز. سميه انت مو بس عم بتصممي، انت ايضا عم تعطي الشيء حقه، يعني انت قطعه شاغلتيها بفن بذوق بتعب، يجي حدا يلبسها لحدا الغلط يلبسها فهو بخسلك من قيمتها، مو المادية من قيمة شغلة. أكيد. فقديش مهم انه لكل حدا عم بيتابعنا، للصبايا اللي بيحبوا الاكسسوار مثل رفيقتي انا مبارك كانت عم بتقلي انا ما تورجيني اكسسوار، انا اذا فوت على محل الاكسسوار بطلع بلا مصاري قد ما بشتري اكسسوار. قديش مهم الصبايا يعرفوا شو الاكسسوار اللي بيناسبهم والحجر ايضا. طبعا هلا بالنسبه للحجر، هلا هي قصه ثانيه. هلا كل برج له حجر اللي بيناسبه، كل شخص له الحجر يلي يعني كنا عم نحكي عن الطاقه السلبيه بيمتص الطاقه السلبيه بيعطي طاقه ايجابيه وهالقصص هي. بالنسبه لارتداء الاكسسوار هون بقى، يعني في ناس كثير بتعجقها، هلا هذا الشيء غلط، المفروض تكون كثير البنت دقق على قطعة واحدة، يعني ما المفروض تلبس كتير شغلات. حتى بالخواتم هلا كتير دارج الخواتم اللي بتجي على كل الايد، كمان لازم نكون كتير دقيقين انه انا لما بدي البسها، يعني يكون واحد بس الكبير الضخم والباقي ناعمين، يعني حتى ما ضيع انا واحد بواحد. تمام. وبنفس الشيء بالاطواق بالاساور، يعني بيكتفي الواحد انه يلبس قطعة ناعمة او قطعة واحدة وتظهرها واعطيها قيمتها
وهون يعني هذا الشيء كافي. يعني أحسن ما يكتر على الفاضي وهيك ما بيكمل إطلالته أو ما بتكمل إطلالتها، بتبشع بإطلالتها إذا حطت شيء أكثر من اللازم. هلأ سمية، إذا بدنا نسألك عن الدورات اللي عم تعمليها، هل هي لكل مرأة بتقدر تسجل فيها يعني بتتبعها للدورات؟ تمام. هلأ نحن دوراتنا تابعين لجمعية خيرية، يعني هي يعني الرمز كتير القسطي اللي بدها تدفعه لتتعلم، إن كنا عم نعلم اكسسوار ولا إن كنا عم نعلم تصميم أزياء. حلو. تمام. كتير هذا الشيء يعني نحن عم نساعد فيه المرأة لحتى يعني تعطي مشروع ولو صغير كتير. يعني أنا دائما بقول لهم أول ما ببلشوا بشغل الاكسسوار بيعي جيرانك يعني حتى تتشجعي. أنت ما بتتخيلي أول قطعة بتبيعها السبية. هي أختك اللي ما بتعطيكي حقها. هلا أنت ما بتتخيلي أول قطعة بتبيعها السبية لما أنا بتشتغل شيء قديش بتكون فرحانة فيها، وقديش بتجي لعندي تاني درس أنا بعت قطعة. يعني أنت ما بتتخيلي. فخورة بحالها. يعني هي كتير، وحتى لو كان حقها كتير رخيص بس بتحسيها إنه هي كتير مبسوطة بحالها. إنه أنا بلشت أشتغل شيء، وبالذات إنه هلا انا بالصيف بعمل دورات لصبايا كثير صغار. يعني في مره اجت سجلت عندي صبيه عمرها 7 سنين. يا حياتي. تمام. يعني انت بتتخيل وبتبدع، يعني هذا العمر بيبدع، بيطلع معه شغلات لانه مخه نظيف، يعني بيطلع افكار جديده، خياله واسع. خياله واسع. كيف شو عم تشتغل هيدا البنوته؟ انت تخيلي انه نحن بنشتغل بهي القطاعه، يعني فهي هي اساس شغلي، وبتجي اكبر شوي لسه الحجم اللي بنشتغل فيه، فهي بقلب ايديها قديش صغار يعني وقديش عم تشتغل. بتحسي هذا العمر كتير حلو. هلا الدورات اللي بنعملها بالصيف اغلبهم بيجوا بهي الاعمار من 7 سنين لل 15 سنه. كتير بينبسطوا، كتير بيتسلوا. هي مو بس دوره انك انت لتتعلمي وتنتجي، يعني هن حتى كمان عم يعطوا شيء. يعني بتحسي عم تعطي شيء من قلبها. من قلبها. اكيد المشاهدين كلهم حابين يشوفوا كيف بتنفذي القطع الجميله اللي عندك. ممكن تفرجينا شيء؟ اوكي. هلا انا رح اشتغل اسواره مثل اساور ضوء القمر. هلا هي لا اساور ضوء القمر. تمام. هلا هي احكي لنا اول شيء عن ضوء القمر بعدين نفذي شيء. اوكي. هلا هي ضوء القمر يلي هي يعني شكل القمر وقت بيصوروه وقت من فوق بيصوروه. تمام. بس نحن حطينا الوان وقصص. هي القطعه عنده ميزه بتضوي بالليل. ايه؟ بس انقطع الكهرباء ببلش يضوي. حنشتغل قطعه. هلا انا كل يعني هي الطريقه كثير سهله، واذا حبوا بكره يعني يسجلوا بالدورات هي ما لها صعبه ابدا. كثير قصه سهله. طيب ممكن قديش الفتره اللي يقدروا يتعلموا منها؟ شهر. هلا نحن دوراتنا شهر. ايه؟ صوتنا كثير رمزيه. هلا بشهر واحدة بتقدر تطلع تعمل الاكسسوارات اللي هي بتحبهم وبتقدر تصير تبيع. تمام. هي بتطلع بتعمل اكسسوار بسيط. اي تمام. يعني وحتى لو بدها تبيع بس انه بعدين هي وشطارتها يعني هون لحتى تطلع وتشتغل وتتعمق. هي بقى لشطارة البنت. تمام. أي. يعني هي قديش رغبانه. هلا اجوني كثير بنات بلشوا بكثير بسيط وهلا صاروا كثير عم يشتغلوا شغل حلو. هلا نحن بالدورات الاثنين بتصميم الازياء وبالاكسسوار انا ما عندي مشكله البنت تجي انه هي بتعرف شيء. نحن بنبلش معهم من الصفر. بتبلشي معهم من الصفر. تمام. كل وحده هي تمام. هلا انا اذا بدي اشتغل الاسواره. تفضل. هلا هي بتجي الحجر وملزق خالص. عم نشوف سمية الوان للاحجار. ألوان. هي عادي. تمام. كله حجر قمر بيقولوا له ولا كله حجر قمر بس ملون؟ بس ملون. تمام. ايه؟ كل موديل لون. هلا هي عباره عن اطار وصوره وملزقه تلزيق. تمام. انا بحاجه للحلقه الصغيره بدي تفوت فيها بس. تمام. بدي اعلق الحجره يعني بستعمل القطاعه او البنسل الصغيره لحتى انا اعلق. بنجي السنسال هو بيكون بهالطريقه هاي او بشتري. تبي ساعدك فيه؟ لا ما مشكله. هلا بشتري ما توقع الحلقه. اوكي. هلا بس بيقدر يطلع معي. اعطيني بليز. اي انا ما بدي توقع. هاي هذا طالع مشي حاله. اوكي تمام. هلا هون نحن عنا لازم ندخل الحلقه بعد ما فتحناها بالسلسال بشده شده صغيره لحتى انا اعرف انه هي حتقطع او لا. تمام. أوكي. هلا هون عندي تسكيره الحلقه. تمام. كمان قطع شغله سهله يعني. بس قديش لازم يكون الواحد منتبه على ايديه هيدا قطعها هيك؟ انا دائما بقروت ايدي بقطع اظافيري. هي ضريبه العمل اليدوي عشان هيك دائما بتلاقيني انه ما في اظافير رايحين. هلا انا بدي اخذ قياس السواره. حلو. تمام. وبعطيها شوي زياده. انا رح اشتغل على ايدي السواره بس انا ايدي صغيره ما دائما بشتغل على ايدي. ناعمه ناعمه ايدي كثير. تمام. هون عندي مهمه اني انا اقطع. حلو.
هلا هون في قطعه صارت ضعيفه كثير يلي هي هون يلي قطعتها انا. تردي بتحطي لها خرزه؟ لا انا قبل ما احط هلا الحلقه بدي شدها لاتاكد هي هي اللي ضعيفه ولا هريت القطعه اللي ضعيفه. هلا هون عندي هريت القطعه اللي ضعيفه. ليكي يا سمر، مو بس انه نحن بنشوف القطعه هيك هي جاهزه، هي بيتم تجريبها، بيتم هدول الشغلات، مو الكل بيقدروا انه يعني يتعلم ما بيقدر تماما. ايه هلا رد فوتنا عفوا حلقه ثانيه، وانا رد بدي فوت من هون الحلقه الثانيه. تمام هلا هيك رح سكر رد. بتسمسم القلب هيك بيقولوا؟ لا بس انت تعودتي. لا تعودت وما شاء الله سريعه كمان كثير. هلا بس تتعودي ما عاد في قصه صعبه. هلا هيك ما عادت اسواره، هلا هون ما عاد فيني البسها. لا لسه ما خلصت. هلا هون نحن ما فينا نلبسها يعني هيدي الاسوار اللي ساوت لنا اياها سمية على الهواء. هي حجر القمر، خلينا نرجع نحطه على الكاميرا هيك. عم تفتر شوي معنا. هي على قياس ايدك الصغيره. تمام اوكي. بس هلا هون لسه لها هدر شو لها لسه لها شيء هي. طبعا شو ناقصها؟ القفل. القفل تماما. هلا انا هون بدي اقطع، رد بدي اقطع من الطرف الثاني، رد بدي ركب حلقه وقفل. كمان هون بنتبه انه انا هون صار في عندي شيء ضعيف، رد بشد مشان انا اتاكد انه الحلقه المكان اللي ضعيف هر خلص مشي حاله. هلا بركب القفل. متشكرك كثير سمية لوجودك معنا، وشكرا لك على وجودك وعلى القطع المميزة اللي بتقدمي لنا اياها مثل العادة. اهلا وسهلا فيك. نعم ميرسي كثير لك، يعني قطعة كثير مميزة. على فكرة انا ما بحب الاكسسوار بس شهيتيني الاكسسوار، شكرا لك. وان شاء الله هيك بنشوف قطع فنية اكثر واكثر. هلا بس انا بدي اعطي شوي كلمة صغيرة. هلا نحن موجودين ببازار الدمسكينو. تماما. موجودين ليوم السبت. حلو. بازارنا بقلب دمسكينو بصالة بالماركت نفسه، بماركت زي مارت. بتمنى الكل يجي يتفرج على الشغلات الحلوة. دائما الإخبارية السورية بتواكب هذا الشيء، وأكيد نحن بنكون من الأوائل. أهلا وسهلا. أول عالم بيجوا لعندك. هلا شكرا كثير. أهلا وسهلا. أما هلا